السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي في الترم الثاني، فيا رب يجعلها يعني سنة سعيدة على أولادنا كلنا، وإن شاء الله تكون سنة كويسة ويكونوا استفادوا بقى من الترم الأولاني، ونقدر نستفاد إحنا كأولياء أمور ونقدر نوصلهم معلومة واحدة واحدة ونعلمهم على نظام الفهم وليس الحفظ. وده قدامكم زي ما بيظهر قدامكم، وأسيبكم لكم بقية الفيديو تتابعوا فيه اللي هو شهر فبراير ومارس وإبريل ومايو، وان شاء الله يا رب يبقى في تخفيف لاولادنا في الايام اللي جايه دي ان شاء الله. تابعوا بقيه الفيديو وشوفوا منهج رابع ابتدائي للغه الانجليزيه للصف الرابع الابتدائي. ده التوزيع اللي نازل تبع مكتب وكيل اول وزاره التعليم، وده الرسم يا جماعه 2021 2022. يلا تابعوا بقيه الفيديو.